غريب شويه اللي تسمعوه، ولكن اتعودوا على كده. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، وفعلا حلقه النهارده هي انبوكسنج وتجربه اول يوم للشاومي ريدمي 5 بلس. مش هنتكلم النهارده عن الحاجات كلها بشكل يعني مفصل، ولكن ان شاء الله في حلقه ثانيه هنتكلم فيها بالتفصيل عن عيوب ومميزات الموبايل، عن حاجات كتيره جدا. حاجه ثانيه اتمنى انكم تسامحوني او يعني بعتذر على اي خطا هيحصل النهارده في الفيديو ده، لان ده يعتبر اول فيديو ليا في الانبوكسنج والحاجات دي، لان مش قوي فيها بصراحه، ومحتاج ان اتعلم شويه في الحاجات دي والتصوير والشوتات والحاجات دي كلها. ممكن لو عرفت اعمل الحاجات دي صح احاول اشارك الحاجات دي مع الناس ان شاء الله في الفتره اللي جايه، لما يعني هيبقى عندي خبره اكتر ان شاء الله. وقبل ما نبدا في اي حاجه، هتلاقوني طبعا مرهق دلوقتي لان انا اتفقت في الشوتات والحاجات دي، ولكن قبل ما نعمل اي حاجه في الموبايل قبل ما نشوف حتى الموبايل، خلينا نروح نعمل انبوكسنج ونشوف ايه اللي جاي مع الموبايل. في البدايه احب اعتذر على اي خطا هيحصل في الانبوكسنج ده، لان ده يعتبر اول انبوكسنج للموبايل في القناه دي. فاول حاجه بعتذر على اي خطا، واي خطا في الصوت، اي خطا في اي حاجه، لان يعني عدوها لي دي اول مره. تاني حاجه، ان انا بصور بايفون 6 بلس، فاكيد مش هيبقى حاجه زي اللي بيطلعها يحيى رضوان او اي حد يعني، فانا بحاول اعمل موضوع بسيط يعني عشان افهمك اللي موجود في علبه الريدمي 5 بلس. اول حاجه، العلبه بتيجي معاك باللون البرتقاني ده، مش بتيجي مثلا على حسب لون الموبايل او حاجه، لا هي العلبه باللون البرتقاني ده بس. من ورا بيكتب لك بعض المواصفات للجهاز، وهنتكلم عنها بعد كده في حلقه مفصله باذن الله، ولكن هي بيكتب لك اهم المميزات واهم الحاجات اللي انت بتشتري علشانها الموبايل. بيقول لك انه في سناب دراجون 625 هنتكلم عنه برضو، وفي 4000 ملي امبير في البطاريه، وبرضو دي حاجه ممتازه جدا في الريدمي 5 بلس. ده اللي بيفرق الريدمي 5 بلس عن الريدمي 5 العادي. وطبعا عندك الكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل، وعندك ال 12 ميجا بكسل الكاميرا الخلفيه. تمام، مش عارف هنا مش كاتبينها تقريبا، بس ده اللي انا بقوله لك هو الصح. الاماميه 5 ميجا والخلفيه 12 ميجا. وزي ما انت شايف معنى العلامتين دول، ان هو بيقول لك ان هي بالابعاد الجديده 18 الى 9، واللي هي بيقول لك فول سكرين ديسبلاي 5.99 انش او يقول 6 انش، يعني هي الموبايل 6 انش. وزي ما انت شايف برده كاتبين لك هنا 3 جيجا رام و32 جيجا مساحه داخليه، وده يعتبر ممتاز جدا. في نسخه ثانيه 4 جيجا رام و64 جيجا مساحه داخليه، ولكن هي دي اللي كانت متوفره، ويعتبر هي دي افضل نسخه من كل النسخ اللي موجوده، لان دي افضل نسخه بتقدم لك قيمه مقابل المال. تمام، برضو الكلام ده كله مش محتاجين نقوله دلوقتي، لان هنتكلم عنه في حلقه منفصله. طيب خلينا نفتح العلبه ونشوف فيها ايه. اول حاجه بيبقى قدامك البتاع ده اللي بيبقى فيه المانوال، وزي ما انت شايف كده بص هتلاقي فيه جراب جوه، لان طبعا الجهاز جديد فمش هتلاقي له جرابات في السوق، فهو ده الجراب اللي بيجي معاه، جراب قابل للطي، جميل جدا. وبعد كده هتلاقي قطعه من المعدن، وهي طبعا الموبايل. معرفش ليه جبته باللون الجولد، ولكن تقريبا كان فيه الجولد والاسود فعجبني الجولد فجبته. وزي ما انتم شايفين طبعا قطعه من الشاشه، يعني الشاشه الانفيكت ديسبلاي الجديده. وطبعا زي ما انتم شايفين ده انا اللي في المرايه ومعايا ال 6 بلس، عشان بس الناس اللي مش مصدقه انا بصور ب 6 بلس. طيب تمام، هنسيب الموبايل هنا بس على جنب لمده ثواني. و بتلاقي شاحن بتاع الموبايل طبعا ثنائي، لان الحاجات دي جايه من هنا. وهنا بتحبوا انتوا الاصوات دي، انا ما بحبهاش خالص. وهنا طبعا بنلاقي المايكرو يو اس بي العادي جدا، مايكرو يو اس بي زي ما انتم شايفين هنا مايكرو يو اس بي. ونرجع بقى مره ثانيه للموبايل، ودي كانت الانبوكسنج بتاع الموبايل، وخلينا نكمل الفيديو في هناك في المكان ده كده. خلينا نتكلم بشكل سريع عن المواصفات. اول حاجه، الموبايل ده بيجي مع 3 جيجا رام و32 جيجا مساحه داخليه، في نسخه ثانيه مع 4 جيجا رام و64 جيجا مساحه داخليه، ولكن دي تعتبر افضل نسخه في القيمه مقابل المال على راي يحيى رضوان. فالموبايل ده بيجي كمان مع 4000 ملي امبير في البطاريه، وده يعتبر ممتاز جدا مع سناب دراجون 625، وده ممتاز جدا جدا جدا، لان السناب دراجون 625 بيوفر في البطاريه كويس جدا في الالعاب، كويس جدا في حاجات كتير. هتعرف ده لما تجرب الموبايل وتجرب
الاداء بتاع الموبايل والسلاسه بتاعه الموبايل ممتازه جدا بصراحه. وعندك الموبايل ده بكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل والخلفيه 12 ميجا بكسل، وكمان الموبايل ده بالشاشه الجديده او الابعاد الجديده 6 انش، وده يعتبر ممتاز جدا بالنسبه لموبايل الفئه السعريه دي اللي هي الفئه القليله جدا، يمكن اقل كمان من الفئه المتوسطه بموبايل بالاداء ده بالمعدن بصمه زي دي. بصراحه موبايل ممتاز جدا يا شباب، اتمنى يعني اي حد يشوف الفيديو ده ويجرب موبايلات شاومي، دي تعتبر اول تجربه ليا موبايلات شاومي، انبهرت جدا بالاداء ده بصراحه، اداء ممتاز جدا، فدي حاجه عجبتني جدا في الموبايل ده. ولكن في حلقه تانية ان شاء الله هشارك معاك الحاجات اللي ما عجبتنيش في الموبايل ده. والموبايل طبعا بيجي ببصمه في الظهر تحت الكاميرا، يعني مكان عادي جدا مكان الطبيعي لشاومي. بعد كده تحت عندك هنا البراند بتاع شاومي، وهنا بعض الحاجات الموبايل يعني معلومات عن الشركه، وهنا طبعا في الجزء الامامي ده بتلاقي الكاميرا الاماميه مع فلاش ليد، وطبعا السماعه بتاعه المكالمات. وتحت هنا زي ما انت شايف هنا في السماعه، وفي هنا المايكرو يو اس بي. ولو ركزنا على مظهر الموبايل نفسه هتلاقي الموبايل الصراحه خليط من المعدن من قدام في اللون الابيض الجميل جدا بصراحه، وافضل ده يعتبر افضل من اللون الاسود. انا صراحه ما عجبنيش اللون الاسود خالص لما رحت المحل، ولكن عجبني اللون الذهبي في الابيض، وفي طبعا لون شبابي جميل جدا اللون الازرق الفاتح التحفه جدا اللي كان نفسي اجيبه بصراحه بس ما لقيتوش هناك، فما لقيتش غير اللون الجولد واللون الاسود فخلت اللون الجولد. في مشكله بس صغيره هي بروز الكاميرا عن الجسم، ودي بتتحل عن طريق انك بتركب بس الجراب، ما بتحسش باي حاجه تمام، فالموضوع بيتحل جدا لما بس بتركب الجراب، عشان بس اول ما تجيب الموبايل ما تحسش ان هي مشكله كبيره يعني. بس كده كده حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى برضو بعتذر مره ثانيه على اي مشكله هتحصل في الحلقه دي، لان انا حاسس ان انا مرتبك بصراحه، دي اول مره اعمل حاجه زي كده، فاتمنى تكون عجبتكم، اتمنى المونتاج اللي انا هعمله ان شاء الله يبقى كويس واقدر اوفق بين الحاجات الاخطاء اللي انا عملتها. وبس كده، لو عجبتك الحلقه دي تعمل لايك للفيديو ده عشان تشجعني اقدر اعمل حلقات ثانيه من النوع ده، وتعمل اشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر مونتك، اللي هو غالبا هتبقى اول مره تشوف حلقات مستر مونتك. احنا بنتكلم عن ربح الانترنت وبنتكلم عن حاجات كتيره جدا، ممكن تتابع الحلقات لما تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقات ان شاء الله في الفتره اللي جايه اللي هننزل فيها حلقات. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. هسيب لك رابط شراء الموبايل ده اسفل الفيديو لو حبيت انك تشتري الموبايل ده، واعرف وتاكد انه ده احسن موبايل في الفئه السعريه بتاعته اللي هو ما اتكلمناش عن السعر. الموبايل ده يا جماعه ب 3200 جنيه. في من النسخة العادية تقريبا ب 2850 جنيه، هي هنا ب 2850، معرفش على سوق.com بكام، ولكن ده ب 3200 جنيه. الحال الموبايل ده يا جماعة، الموبايل ده تحفة جدا بصراحة، ويعتبر أفضل موبايل في الفئة السعرية دي من فئة 3200 جنيه أو 3000 جنيه لحد 6000 جنيه أو 8000 جنيه كمان، يعتبر ده أفضل موبايل في الفئة السعرية دي. وشكرا عشان أنت شفت الفيديو، أشوفك إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.